مشاريع الجهور هي الصومالية ده سيدي مشاريعين توين السياسيين تأكل أصوب بندكتي بوركيسا مجال المقدس كشور الجيي مجال المقدس شو يا واحد اللي قدر يميا سح سحده دورشة الجود يحرك الصومالي كبدا عقته وحنا ودوين كعاصمة المقدس شو لو سود الجيي بوركا مشاريع قدومي كحين كوادي يحرك الصومالي كبدا عقته مدني عبد الساق فارح جروجي وحنا نقول يا مشاريع الجهور هي بوركيسا لو أركو ودوين كعاصمة مشاريع الجهور هي الصومالية ده سيدي مشرحين توين السياسيين تأكل أصوب بندكتي بوركيسا مجال المقدس كشور الجيي وحوي هرمر الأد أدوين وياه أولي هراؤن دعين مشرحين الصوماليات لما أركن رجعت مشرحين تأه يو رجع كشي هرائي مثل وياه هربو أنت ما دعين برام شنو عنو كله إن بوركيسا مجال المقدس كشور الجيي السياسيين تأكله وحدي كان تلعب وروح بدن وياه هرمر له وأنا بقادين هنا وأنا سوء دورين رمحانتي حقول إن هاي تلافي عن قاده وحرجينا إن مشرحين دمنا أيضا يقودوا يضونان كنتي فروجو حقول إن همبليو عن كورجينا يقول قدومي كحين كوادي حرك سمرلي كبدا عقتها مدني عبد الله الشقنور أحمد يا سوء دوي مشرح نمذا قدومي كروجي سقو الشيء إنه كفر حسين هاي إنه إسكسو تاجو خبشة قدومي كحين كوادي حرك سمرلي كبدا عقتها كروجي وانين سوماليد وانين نعياريهن ها وانين قلبين هنن أد أد في حاجة روحي مركز فيروس خوف ذلك مركز رشة كيس أمر لحق رأي الأوان كره ذلك دعاء كتة كلية كلية كروجي وشخص كلية أنا وحنا أركانه يا شخص كوهبون وحقاً كره هذه ألدمو ما ديد المركز عيد كسر أستجي عيد كسر مركز استماع وحلينه و وصلوا إن شاء الله. دورشنا إن جود إحرق سمعت كبدا عقتها يا سنة كان واحد كغيب جليا مشرحين تربضن أو بضن كود وحلل كردون كسر خبطي هي أدي إحرق سمعت كبدا عقتها يقابلها كردون إسبورتيجا وحنا يرتدي هر إدلكا إجرب استاج أمور جين مشرح عبد الساق فارح عمر كروجي. تعب كان كروجي إن أو كقول استو إن شاء الله الدولة هاي راه قدومي كحجانك إحرق سمعت كبدا عقتها. وحنا لنا دردرت ماشي كسي وط استاجي داو استاجتي إن إسبورتيجا دلك أو حكي بدشنا. وحن كلها هي هروب وسعة وحن كلها أنا همبري هروب وسعة كهر مشرح نماذج عبد الساق جروجي يقدمي كحين ككواد يحرك سمعت كبدا عقتها وحو هروب وسعة قبتي جدا كواحد كبدا عقتها ألمن وأكواحد وقولها بدن سجوا هروب وسعة ليلي كحامد بعد خرن كإن ديجا هرسات وحن المقدس ولا بكون زيت من كأساسي أكاديمي ده رمرين تقولها ياشا جروجي قول كيبن أكاديمي وحن صاحب هذا إذا كي قانا جروجي آخرين إنه يهاي شخص أو قلما خبشة يقدمي كحين ككواد يحرك سمعت كبدا عقتها dadka ku nuqta leh in ay go'aamiyaan inuu Cabdirsaaq uu noqdo gudoomiye ku xigeenka fadlan waxaan ku codsanaynaa in aad u codaysaan fadlan aan ku taageerno isbeddelka uu noqdo si kastaba musharax gudoomiye ku xigeenka kowaad ee xirka Soomaali kubada cagta Cabdirsaaq Faarax Umar Garooje ayaa sanadkan sii dhamaanaya 2022 la siiyo awal marinta shakhsi ugu wanaagsan sportiga Soomaaliya wuxuu iminka yahay musharaxa ugu hadalheynta badan guud ahaan Soomaaliya iyo dalka dibadiisa iyagoo saaxiibadiisa ee dadka aqoonta wanaagsan ay u rajeeyeen inuu ku guuleysto gudoomiye ku xigeenka kowaad ee xirka Soomaali kubada cagta gudoomiye Garooje guul gudoomiye Garooje guul bishaaro shirkada isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareeyeen macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkadu ay ugu talagashay macaamiisha shirkada isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code numberka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo